بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غندير لكم فولوفون بالشامبينيون والبيشاميل. ألو غنبداو بالشامبينيون. من بعد ما قطعتو غسلتو وقطعتو بحال هكايا، نتوما قطعتو طريبات صغار، غادي نشدو غادي نديرو في كاسرونة وغادي نديرو يطيب. هو الأول غادي نديرو يطيب فوق البوطه، ما غندير عليه لا ما لا حتى حاجه، غنخليه بحال هكا حيت هو غادي يطلق ديجا الماء. صافي وما غادي تطلق الماء غنخليه حتى ينشف، ديك الساعه نوريكم الوصفه. هو درتو يطيب دابا، شغلت عليه البوطه خليه يطيب صافي ونخليه حتى يطلق الماء، ما غندير فيه لا ما الحال بزار لا حتى حاجه، غنخليه بحال هكا. هو كيطلق الماء ديالو ومين ينشف من الماء، ديك الساعه غادي ندير نكمل ليه اللقاء، ندير ليه اللقاء ديالو. ودابا البلاص غادي ندوز باش ندير لكم الاقامه اللي غادي نديرو داك الشامبينيون. عندنا البزار، عندنا الربيع، عندنا الزيت العود، عندنا تقدر دير الزيت العادي اللي بغيتوها، انا كندير هادي. عندنا كنور ديال الخضره، انا كنشري هادي تاع الخضره، وعندنا جوج تومات. غادي ندير الزيت ديالنا، غادي نديرو داك كنور حتى هو. الا درتو كنور صافي بلا ما تديرو هذه الملحه، عاوتاني على حساب الذوق، اللي كيبغي يكون مالح. غنديرو في تاع البزار نص تقريبا شي نص معلقه، وغادي نديرو ثومه، هي كندير بالايد والايد كنكلي بها صافي، ونبقاو نحركو بحال هكا حتى يبدا ديك الكنور وتخلط هذيك الثومه والزيت يتخلط داكشي كامل، خلي بحال هكا ديك مصبقات بحال هكا. صافي هاهم من بعد غتعطي فيها الثومه، من بعد ما خلطت كلشي دابا غادي نلوحو الربيع صافي ونخلطو. هذا راه تقدروا ديروا بحال شكل سلطات، ديروا في سلطات تعمروا به الكيش، ديروا تقدروا ديروا بزاف، ديروا عاوتاني في البيتزا، زعما ديروا به بزاف في هاد الشامبينيو احسن من تشريو داك لي كونساب هكا احسن. صافي دابا نخليوه حتى يبرد ونعمروا بديك البوربون ديالنا، هانتوما البنات هاي البيشاميل ديالنا صوبتها، وها هو الشامبينيو ديالنا. شتو كيجي هائل، كيجي بنين احسن من داك تاع لي كونسير. هذا راه تقدر تقدمو حتى بحال هكا بحال شلاضة، تقدر تعمرو بيه بيتزا، ديروه في الروز، ديروه في لي بات، ديروه في كلشي. الو دابا نكملو داك الفولومون ديالنا، غادي ناخدو معلقة من لي شامبينيو ديالنا اللي صوبنا وغادي نخلطو مع البيشاميل اللي صوبت. نكمل المعلقة ونطحن ثم البنات هما طحنت داك الشامبينيو مع داك البيشاميل اللي صوبت. هاد لاصوص راه تقدروا ديروا بها حتى لي بات، تسلقوا لي بات وتخلطوها مع هاد لاصوص والفرماج، راه كتجي هائله وكتجي زوينه. دابا حنا هادي درناها باش نعمروا لي فولمون ديالنا باش يجيبوا المذاق ديال تاع لي شامبينيو. هيا دابا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليهم. دابا غادي نوريكم كيفاش نديرو البولوفون ديالنا. خصنا كاس كبير وكاس صغر منه يكون شويه، غنديرو بحال غنديرو كاس كبير، خصنا نديرهم كلهم قد اللي كتجي زوينه هاد الوصفه اللي بغا يديرها في لونطخي. حيت خصكم تحسبوا بحال كل جوج في وحده، كل جوج في وحده.
دابا غنديروا كاس صغير بحال هذه، غنخليوها بحال هكا، غادي نديروا بحال هادي هادي هنا شات لي واحدة ثم نديرها بهذا الشيء اللي غادي يشاد. هانتوما البنات دابا غنزيدو هاد الطريف وغادي ندهنو بالصفر البيض، وغادي نزيدو عليه هذا اللي قطعنا. دابا غندير نوريكم وحده اخرى. ها انتم اسهلي كيجي هنا برد صفر البيض، ومن بعد نهز هذه الاخرى صافي. نبقاو غادي على الطريقه تنكملو. غنوريكم مرة واحدة أخرى. ساهلين، نتمنى راكم تجربوهم ويعجبوكم. صافي نزيد حداكم. صافي نصفهم، صافي نبقاو غادي نكملهم. هما لي فولفون ديالنا هما كملتهم، ودابا غادي نشدهم غادي نتقلهم باش ما يتنفخوش ليا. خصني نتقلهم كاملين صافي، ومن بعد ندخلهم الفران. ها هو الشكل ديال الفولفون ديالنا. انا درتهم غير رقاق، اللي كيبغيو يجيو غلاض يقدر يدير بلاصه ما يدير جوج طبقات يدير ثلاثه ولا اربعه. المهم دابا غادي نعمروهم. كيجيو راه كيجيو هائلين. انا عاود لكم وحده اخرى، نديروا معلقه تاع بيشاميل و الشامبينيون، نديروا شويه تاع الشامبينيون هكا، ونديرو شوية من الفرماج ديالنا نديكوراو بيهم. صافي نبقاو غاديين على هاد الطريقة حتى نكملو الفولفون ديالنا. غنزيدكم وحدة أخرى، غنزيدكم وحدة أخرى. هانتوما غادي هكا نزيدو شوية، نديرو الشامبينيون، نديرو الفرماج فوق منو نديكورو بيه. كيجيو حسن من ديال الزنقة، كيجيو تاع الدار حسن. وكما قلت لكم اللي كيبغيهم غلاض يقدر يديرهم، يقدر يديرهم غلاض. انا ما كنبغيش غلاض، كنفضل يكون هكا حسن. يقدر دير ثلاثه طبقات ولا اربعه. صافي نبقاو غاديين على هكا حتى نكملوا لي فولفون ديالنا. هانتوما البنات، ها هو الشكل النهائي تاع الفولفون ديالنا. نتمنى لكم تجربوهم ويعجبوكم. راه كيجيو هائلين، ديروهم في لونطري ولا ديروهم لي ستيك وسلاد و شي حاجه بحال هكايا، راه كيجيو زوينين. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم وبصحه وراحه.